إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا يوم الزحام هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اعملوا. وفي النهاية لا بد أن يعلم المسلم أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي ستعرض الأعمال يوم القيامة على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرى أعمال أمته صلى الله عليه وسلم وتعرض الأعمال، والمؤمنون واقفون في يوم الموقف، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أطيب الكسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. العمل الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه المرجع. مهما تعمل في هذه الدنيا فلا بد أن تعرض الأعمال إلى الله وترجع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فيا أخي المسلم، اعلم أن سعيك في هذه الدنيا سيعرض على الله تبارك وتعالى، وكل صحيفة حسنات ستراها بعينك أمام الله. عندما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل عمل تعمله في هذه الدنيا سيعرض أمامك وستراه
بعينك وستراه بعينك ولا تستطيع أن تكذب منه شيئا، ولا تستطيع أن تنكر منه شيئا، لأنه سيختم على فيك يوم القيامة، سيختم على فم الإنسان يغلق فلا يتكلم، لأنك ستطلب أن تشهد عليك جوارحك يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الموقف، عندما يقف الإنسان أمام الله تبارك وتعالى فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تحرم علينا الظلم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى. فيقول العبد: فإني لا أقبل على نفسي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فيه، ثم يقال لأركانه انطقي، فتنطق بإذن الله تبارك وتعالى بكل عمل عمله الإنسان على ظهر هذه الدنيا، حتى يتعجب الإنسان يوم القيامة من أركانه، يديه ورجليه وجميع جسده، يتعجب منه ويقول: بعدا لكنا وسحقا، بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل في الدنيا، فعن كنا كنت أناضل في الدنيا. فيا أخي المسلم، اعلم أن هذا العمل ستراه أمام الله تبارك وتعالى، فيجب عليك أن تحسن العمل لله تبارك وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا العمل الذي تعمله في هذه الدنيا إن كان طيبا سيقبله الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فيرد على الإنسان، لا يقبله الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. البيع المبرور، ما هو البيع المبرور؟ هو كل بيع لا يكون فيه غش ولا خداع ولا تدليس ولا أكل لأموال الناس بالباطل، هذا هو البيع المبرور الذي هو أطيب الكسب عند الله تبارك وتعالى. والإسلام لم يأمرنا أن نجلس في بيوتنا كما قلت قبل ذلك، وإنما أمر بالكسب وأمر بالعمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة، الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله يريد أن يأخذ شيئا من بيت المال، يريد أن يتصدق عليه النبي بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على من يقول إن كل من يسأل معطيه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله فقال له رسول الله: أما في بيتك شيء؟ يعني لا يوجد في بيتك شيء؟ فقال له: بلى يا رسول الله، يوجد في بيتي شيء. ما هو الشيء الذي كان يوجد في بيت هذا الرجل؟ ما هو هذا الشيء الذي
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما يوجد في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نجلس عليه ونلبس بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. هذا هو الذي كان يوجد في بيت هذا الصحابي من الأنصار، بساط كالحصير يجلسون عليه، وبعض الملابس التي يلبسونها، وقعب نشرب فيه الماء. هذا القعب الذي نشرب فيه الماء، قال العلماء: القعب هو الذي يسقي رجلا واحدا ككوب من الماء يشربون فيه، وبعض الحصير يجلسون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما، ائتني بهما. لم يصرف له النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال ويتصدق عليه حتى لا يتعود على ذلك، كما هي عادة بعض الناس الذين اتخذوا هذا العمل حرفة لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فذهب الأنصاري إلى بيته وجاء بهذا القعب، الكوب من الماء، وبهذا الحلس الذي يجلسون عليه. فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذه بدرهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا، من يزيد على درهم؟ فقال رجل آخر: أنا أخذه بدرهمين يا رسول الله. فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الدرهمين وقال للأنصاري: اذهب فاشتري لأهلك طعاما بدرهم، واشتري بالآخر قدوما. فذهب الرجل فاشترى طعاما لأهل بيته بدرهم. هذا الدرهم هو ثمن البساط الذي يجلسون عليه، هو ثمن القدح الكوب الذي كانوا يشربون فيه. ثم اشترى بالآخر قدوما وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فشد النبي فيه عود، والقدوم هي آلة من الحديد تستخدم لقطع الأشجار كما نعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. اذهب فاحتطب، أي اجمع الحطب، امشي في الصحراء بهذه الآلة واجمع الحطب وبعه للناس، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل كما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتطب وباع هذا الحطب للناس، ثم رزقه الله ب10 دراهم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير للمسلم من أن يأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهه؟ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. هذه هي المسألة التي لا تحل إلا لثلاث، أو لذي فقر مدقع. ثلاثة أشياء: رجل فقير التصق بالأرض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة المرض التصق بالأرض فلا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يعمل. المسألة لا تصلح إلا لهذا: لذي غرم، الذي غلبه الدين، الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. المسألة لا تصلح إلا لهؤلاء، من أصابه المرض فلا
عنده خزين كما في هذه الأيام، ليس عنده ماء في بيته، بل عنده كوب واحد يشرب فيه الماء. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما وجهه للعمل، وإنما وجهه للعمل. وتجربة أخرى من تجارب الصحابة الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا كل شيء خلفهم، ديارهم وأموالهم، هربوا بأنفسهم ونجوا بأنفسهم. عبد الرحمن بن عوف الذي آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، لما ذهب عبد الرحمن إلى المدينة رضي الله عنه قال له أخوه سعد الأنصاري، قال له: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، إني لمن أكثر الأنصار مالا، عنده مال كثير، فلك نصف مالي. يريد أن يقسم ماله بينه وبين أخيه عبد الرحمن بن عوف، لك نصف مالي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هذا هو المسلم الذي يعمل بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعيف بمرضه، لا، بل الضعيف بنفسه، الضعيف الذي ليست عنده همة لأن يقوم فيعمل. واليد العليا خير من اليد السفلى التي لا تعمل، التي تجلس في بيتها، التي تكون عالة على الناس. واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال له عبد الرحمن: ولكن دلني على السوق، أرني مكان السوق. فأراه السوق، فذهب عبد الرحمن بشيء قليل، شيء قليل، ودخل السوق واشترى الأقط والسمن، لبن مجفف اشتراه، والسمن الذي ربما يستحي بعض المسلمين أن يعمل فيه، ولكن العمل الحلال الطيب لا ينبغي على المسلم أبدا أن يستحي منه، لا ينبغي على المسلم أبدا أن يستحي منه، ولكن يستحي أن يمد يديه إلى الناس. هذا هو الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله عز وجل واسألوه من فضله، وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، رفض عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ شيئا من أخيه، وقد أحل الله له ذلك، فليس معه شيء، ليس معه شيء. وقد آخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع من أغنى أغنياء الأنصار، وله أن يأخذ شيئا ينفق منه، ولكن يأبى المسلم أن يمد يديه لأحد، يأبى المسلم
أن يمد يديه لأحد إلا لضرورة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل السوق وباع واشترى حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه أثر الصفرة الطيب يظهر منه، فقال: مهيم يا عبد الرحمن، ما الذي حدث؟ فقال له: يا رسول الله تزوج. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة ذهبا. منذ قليل كان ليس معه شيء، دخل السوق واشترى وباع ثم تزوج وجاء بالذهب صداقا لزوجته. قال العلماء: عبد الرحمن بن عوف لم يمت إلا وهو أغنى أغنياء المدينة، وكان يعول الفقراء وينفق عليهم حتى قدرت ثروته بثلاثة ملايين، أكثر من ثلاثة ملايين دينار ذهبي. الدينار الذهبي الذي يتعدى 4 جرامات من الذهب، كان عبد الرحمن بن عوف الذي قال لأخيه: دلني على السوق ليذهب ويبيع ويشتري ويعمل بيده. قدرت ثروته بأكثر من 3 ملايين دينار ذهبي، أكثر من 10 مليون جرام من الذهب رزقه الله سبحانه وتعالى بها. لماذا لم يمد يده لأحد؟ كانت عنده الهمة التي جعلته يعمل، توكل على الله، توكل على الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج من بيوتها ضامرة البطون من شدة الجوع وتروح بطالة، أي تعود ممتلئة البطون من الشبع لأنها متوكلة على الله. فالمسلم لو فعل ذلك كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لرزقه الله كما يرزق الطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن 3،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا تسبق الإمام بركوع أو سجود إنما جعل الإمام ليؤتم به الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دكا دكا وجاء
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.